رمضان كريم، عاملين ايه بعد رقدة طويلة جدا والدور البرد لسه ما راحش مع الحملة كمان؟ وطبعا انتوا عارفين ان احنا ما ينفعش نعمل مجهود كبير قوي، واصلا ما بتعرفيش تعملي مجهود لما البطن بتبتدي تكبر. فابتديت اروق كده شوية علشان عايزة اغسل الركنة وافتح، بس صدقت بقى جوزي نزل ومش هقعد عليها، فقلت بس انا اقعد في اي اوضة اعمل شغل تاني ورايا، بس ايه انفض واروق كده برا على قد ما اقدر. زي ما انتوا شايفين كده في المراية انا سايبة البف على جنب، باخد عليه الكسوة والكوشنز وكل حاجة انا بنفضها كويس، وعايزة اغسلها لان الكوشنز دي لسه هخلع الكياس بتاعتها واقوم غسلاها، واغسل برضو الحفاظات بتاعت ركنة. من يومين كنت تعبانة جدا، يعني كان تعب في اشد تعبه، فلما عملت السرير كده وشديته بتاع الركنة الحفظة باظت تحتها وكلكعت، فدلوقتي كنت بظبط كده شوية. والأرض طبعا عايزة تتكنس، بس بعد ما ننظف المكان كله آخر حاجة الأرض تتظبط. فزي ما انتوا شايفين كده كانت مكلكعة، فدخلت الدنيا وعايزة أوضب، وهنفتح علشان ننشف كل حاجة بقى والهواء طبعا، علشان واخدة تعليمات كتيرة جدا وعندي جسمي بيعبي مية وتعبانة خالص. المفروض ان انا ما اعملش جهد كتير، فانا على قد ما بقدر كده باخد حتة حتة في الشقة، مجرد ايه اقوم من اي تعب كان عندي. فبنفض كده المخدات، وزي ما انتوا شايفين في المراية اللي فيها انوار كتيرة انا بحط على البف اللي عندي، بحط عليه كل حاجة. وكنت منفضة الحفاظات دي من كام يوم علشان كده يعني ما تعبتش في تنفيذها ولا حاجة. نفضنا الركنة كويس، رتبنا الدنيا، هيتغسلوا طبعا الحفاظات دي واحطهم على الحبل عقبال ما الركنة تنشف، هم يكونوا نشفوا وحاجة كده تبقى ريحتها حلوة. شايفين طبعا الحاجات اللي بتتطاير في الدنيا، بصوا كنت باخد نفس شفتوني وانا ماشية زي البطريق، ولسه يا جماعة لسه احنا كده في تالت اسبوع في السادس، يعني لسه ده كله كنت مصوراه وما تصورش وانا بلمعه، فرجعت تاني اوريكم انا عملت ايه. طبعا الارض هتتعمل اخر حاجة خالص، لازم اجيب كل حاجة وبعد كده الارض، بس الارض هقرر ان انا اعملها تاني يوم. ليه بقى؟ عشان هقول لكم، انا جيت اشيل الترابيزات دي، الرخام كان تقيل جدا جدا عليا وانا ظهري موتني ورجلي، فما قدرتش ارفعهم من الارض اطلاقا. فلمعتهم وسبتهم مكانهم، قلت لما جوزي يجي ابقى اخليه يحركهم لي على جنب، واقوم ايه منفضه الحافظه وبعد كده اكنس وامسح وظبط الدنيا. هنا بقى الخلطه اللي هنغسل بيها الركنه، طبعا الركنه ليها سرير، السرير ده هيتغسل في يوم تاني، هيتغسل تاني يوم. هنا حطيت اريال جل وحطيت كلوركس الوان. يا جماعه البودر انا كنت اول مره اجربه، وجربته عشان شفته بيفور ازاي، وعرفت ان هو بيشيل احسن من السائل. كلوركس السائل ملوش اي 60 لازمه مع الركنه طالما هتغسليها على الناشف، لان انا عندي القماش اللي انتوا شايفينه على الركنه ده منه للسفنج، فاهماني؟ فعشان كده انا لازم اغسله على الناشف، يعني مش بيتشال ومعمول بسوسته. دي غلطه حياتي ان انا ما عملتوش بسوسته ويبقى تحته بيضات، تمام. وحطيت ميه مغليه، ولازم نلبس الجلوفز علشان ايدينا طبعا بعيده عن الميه السخنه ما تتبهدلش من الكلور. وحطي شويه ميه من الحنفيه، ده اللي عملته علشان تقدري تستحمليها. وجبت الليفه دي، الليفه دي تبان لكم قال ايه ان هي سلك، بس هي مش سلك، هي ناعمه، لان لو سلك هيخلي الكسوه بتاعتها تبوظ. هنا بقى بعصر كويس الليفه واقوم ايه دعكه نظافه ريحه، ما اقولكوش نظافه ريحه، والريحه تجنن. طبعا ما قدرتش اصور لكم غير وانا ماسكه التليفون علشان مش قادره اجيب التليفون يقرب مني، كنت لوحدي بصور. فنحاول يعني نفهم الدنيا مع بعض، بشرحها لكم. ده ابسط غسيل. هنا لقيت بقعه قلم جاف، ما صدقتش، خدت رغوه كده من الرغوه. بصوا يا جماعه السهوله، ولا بقى حطيت اي منتج تاني، هو الخلطه اللي احنا عملناها بمنتجين دي وبس. ادعاكي ادعاكي. هنا كان في شوية اتربة، طبعا انا نفضت ده كله لان مينفعش تيجي تعمليها من غير ما تكوني منفضة التراب الناعم علشان ميمسكش فيها اكتر، وبدعك على قد ما اقدر، بس في نفس الوقت انا مش بضغط قوي عشان مهريش القماش. زي ما قلت لكم ده قماش لطيفة منه للاسفنج بتاع الركنة. قولولي بقى انتوا بتنضفوا الركنة بتاعتكم ازاي،
وبتعملوا ايه في الحمل؟ بتنضفوا ازاي الشقه في الحمل؟ احسن انا حرفيا مع كل رقده ببقى عايزه اعيط على منظر الشقه، غير ان عندي مشاكل في السباكه، فمشاكل في السباكه دي قلبالي الشقه قلبه سودا. هنا الحافه بتاعه الركنه زي ما انتم شايفين بنضفها ازاي على قد ما اقدر كل حاجه. بصوا اللمعه بقى، لا منوره منوره، دي طبعا اللي لسه ما اتعملتش فكنت اوريها لكم قبل علشان نعملها. طبعا عايز اقول لكم اللون ده اللي هو الغامق ده، ده من ساعه ما انا استلمت الركنه من قبل الفرح هو كان غامق شويه من الراجل، ما اعرفش ايه اللي حصل، فانا قلت عادي هبقى انضف وكده وما اتكلمتش ساعتها ويعني عدتها. بس من ساعتها مهما نضف بينور شويه، بس انه ينور 100% ويبقى زي باقي الركنه لا، فانا مش عارفه بجد هو ماله. فلو حد عنده استفسار عن قصدي تفسير عن الموضوع ده يا ريت يقول لي عشان مش فاهمه. بصوا الميه بقى طين، الميه طلع طين، الميه بقى رميتها في الكومبينيشن وقمت واخده بالاسبونجه بتاعه الاحواض بتاعه الحمام وقمت دعك الحمام بنفس الميه. يا جماعه ما تخيلتش، انا قلت قبل ما ارميها كده بصوا اللمعه، انا كنت مصدومه. وعملت الكومبينيشن، بعد كده لازم تجيبي فوطه ممكن تحطي فيها غطا حل، بس انا كنت بكسل اجيب الغطا قوي مع الحمل، بكسل يعني بكسل جدا. نشفت الركنه وفتحت الدنيا تتهوى وبس كده. ده كان فيديو النهارده، باي.